الحنان ثم الحنان ثم البستان ويلي ويلي هذا شنو كيقولوا هذا هذه هي امارات اكزاكت وي الحال سيدي ويلي ويلي خويا قول لي هنا اي واحد يقدر يقرا اي حاجه انت خدم بزاف انت خدام هنا ولا حاجه جديد ويلي ويلي ومال حبيبي مالو عليا الله مدينة أكادير يطلقوا في الاسباس الغزال الاسباس رائع كيف تشوفه حتى ديلي اش كتميز هذا المقهى هذي كاين ديلي وهذه بادرة طيبة من صاحب المحل يعني واجه عندنا الصطف أكادير النهار الثاني كان شكرك بلا ما نذكره الصورة كتبين كيفاش كيجمعوا الناس أرقام كيتي الجامعة ديال أرقام باش تكون في المغرب خاصك تفطر ضروري بالحسوم ولا تاي إيموران في أكادير واو سي عزيز خاصة بالريستورون بلاصة هادي وهنا كيعوموا فيه الناس وكل شيء فيه شي تجرح ومسائي هذا هو الجبل ديال إيموران هذا إيموران شنو كيديروا فيه هذا؟ البلاصة هادي معروفة في إيموران كيطلعوا الناس للفوق تما كما كيشوفوا المشاهدين إن شاء الله من بعد يلا إيوا تحت كاين واحد المنظر جد رائع إن شاء الله كل شيء غيشوف أسمع جواعر أخي ديالي بزاف كاع عاود سي ولا وعورية شتي ديروا هنا في إيموران خديجة؟ لا كاينه واحد المغاره كما كنشوفوها هو الشاطئ وكاين هنايا تقريبا بحال واحد الجزيره صغيره كاينه هنا واحد المغاره داخل شويه في الماء كيقولوا طقوس و تقاليد والاساطير الشعبيه الاساطير اللي بغيت نقول ماشي الطقوس الاساطير الشعبيه تقول انه في كل عام كيجيو الشباب كيغطسوا في واحد المغاره هنايا باش كيضربوهم في بعض الموجات باش يتزوجوا الله اكبر العذر ما بقاوش خدامين العذر في هذيك اللحظه مرحله ديال الاعجاب والحب والناس اللي فعلا وفعلا راه كانوا كيتزوجوا علاش حيت كانوا كيتلاقاو داك عوامل التضاريس اشياء العوامل وصافي دابا شوف البحر نرجع الصباح عرفتي في الصباح غارة كيتكلف البحر كيقول العيد ولكن دابا في العشيه كيطيب كيضرب تما كيطلع هذا هو الجبل اللي كاين في إيموران طوب فيزيبيليتي ما نعاودش لك ياك اخي غنكونوا نشوفوا الناس كيفاش كتعيش شوف وداك الشيء اللي عندك لداخلك كتلقاو ليلى يلا نهضروا واقعيا راه كتبوم النفسية ديالك كترتاح فاش كتجي لهاد البلاصة زعما الناس ما خايفينش ولا كيقولوا ان شاء الله غريب ولا خايف من الجبال ولا الناس ما عندهمش المشكل انهم في اي حاجة باش يرتاحوا واعر واعر هاد الشيخ والله مرحبا بكم وتحية لك السي عزيز خالصة الله ينورك خويا مرحبا بك السي عزيز كتشوف اخوتي الدراري كيعوموا هنايا هذا هو المنطقه اللي تحت منها ديك المغاره اللي سميتها إيموران اللي كيف قلت قالت تكون خديجه الاسطوره الشعبيه كتقول بان كيدخلوا ليها البنات والدراري وداك الشيء في تزوجوا هذه هي اكادير قمه البساطه حلاوه نزيد ندخل اخوتي هنا
نوع الولوج خطر، من نوع الولوج خطر. قل للجميع في الله. واو البلاصه الوحيده شنو فيها اللي كيلعبوا فيها الدراري الصغار مع الكلاب. علاش؟ الله العظيم مع الكلاب. شوف الدري الصغير كيلعب مع كلب، شوف الكلب داير بحال التمساح داير شي عوينات البراءه اصلا. ولكن مشكل هي باه واحد اللحظه اللي شتي الكلب والله تدعتي الصدقه كيبقى فيا انا راني غادي تسال قول قول شادي سي عزيز كي جاب ايموران. ايموران عندك اصاحبي الموراكره كي داك الشيء ديالنا ما يخافش ترى ايموران. انا ما عرفتش اول مره كنجي انا ايموران. كي جاب ايموران صراحه كي جاك هنايا صراحه الله اكادير واعر اخي اكادير غزاله غزاله. ملي درتي النظره كتشبه داك اللي كيديرها كيدير الملحه هكا داك اللي كيديرها دير الملحه شوف واش هادشي راه عارف قال لي شوف ماشي 50 رش مع راسك 80 رش اللي قالوا ديال زيد كرا مرة خرك الصغار باش نلقى ليك طريق لنا وسربي كثرتي يعني كثرتي علينا البروتوكول مشينا لهنا ربطنا ويلي ويلي صعيبين كيف هذا الصوت خاص كيف خاطر ديالنا معقول ويلي 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 يا بابا ويلي ويلي مالو عليا يا ولدي ويحال سيدي ويلي ويلي هلا هلا العزيز على امي متو عمرو ما يتخص